حسابات الناس بالبنوك، نظرتكم للمرحلة الجاية ماليا واقتصاديا والحكومة ودورها بموضوع المعيشة مرتبط بالأزمة المالية، شو عناوينه العريضة؟ باختصار كلي، في نحن برأينا، وطلع عبر عن هذا الشيء مرة إذا بدك أكثر شيء الوزير الطيش، وقامت عليه القيامة بهداك المؤتمر الصحفي، بتتذكر؟ طبعا هيدا أكثر مرة كانت، وعبرنا عنه وقت التعيين تبع الحاكم، إنه نحن كان عندنا رأي إنه هيدي السياسة يلي متبعة هيدي عم بتوصلنا لهيدا الإفلاس. ليه؟ لأنه قايمة على فكرة أساسية، إنه الدولة عم تتدين معظم دينا داخلي، عم تتدين من مصرف لبنان ومن المصارف بفوائد كتير عالية، هالفوائد العالية عم بتخلي الدين تصير خدمته كتير عالية، وعم بتخلي المصارف تصير يمكن بنسبة 65% من أشغالها قايمة على الدولة، عم بتدين الدولة، ما بتعود تنبش على تعمل أعمال تانية مصرفية، بصير عندها اتكاله مش حق عليها، صاير لهيك محل تطلع منه، بتصفي الفوائد عالية بالبلد، كل الدورة الاقتصادية تنصاب. ليه؟ لأنه الناس ما بتعود تروح تعمل استثمار، بتحط مصرياتها بالبنك، بتقول لك شو بده يطلع لي شيء، بحط مصرياتي بالبنك، بكتف إجر على إجر، وبطلع من البنك أكثر ما أروح أتعذب وأشتغل، صح؟ هيدا يلي بخلي الدورة الإنتاجية بالبلد تخف والنمو يخف وما يعود في عجلة اقتصادية مثل ما لازم، وبيعمل هيدا الركود. عملياً كان هيدا السيستم ماشي لما عم يجينا مصاري من برا. بال 2001 و 2002 باريز 1 وباريز 2 جزء اساسي منهم انعمل، لانه كان بلش يصير فيه هالانكماش وما عاد فيه عمليه ضخ اموال تاني. رجع اجتنا ظروف خلت اموال تفوت بشكل كبير على لبنان تغطي هالعجز يلي عم بصير، عجز بالموازنه، عجز بميزان المدفوعات، وعجز تجاري استيراد وتصدير. فبطل يفوت فيه مصاري عمليا، وصار في عامل اللاثقة يزيد ويزيد ويزيد. واضح. عمليا هيدا السيستم وقع. واضح. ما عاد يقدر يغذي حاله، لا ما بقى عم بفوت عليه مصاري، وانكشف اللي نحن برأينا الشيء الأساسي اللي لازم يتغير. هو كنت عم تعمل كل هيدا الشيء، تعرف بتعلي الليرة، الفايدة على الليرة، وبتثبتها لليرة، يعني بتعطيه للمودع ضمانتين، انه الليره ثابته ما تعتلهم وفايده عاليه عليها. طبعا عرفت شو اللي لازم براينا؟ هيدا وهيدا خلاف جذري موجود بالبلد بين هالخيارين. باختصار طبعا انه الفوائد لازم تنزل بشكل دراماتيكي، يعني انت بتعرف برا في بلدان صفر ناقص صفر بيدفع الواحد يحط صريته بالبنك، مش لازم تنزل تكون ما بدي يعني واحد واثنين، يعني بهيدا الشكل الكبير بانخفاض كبير، الخدمة الدين على الدولة تنخفض بشكل كتير كبير، وبيرجع الحركة الاقتصادية بتتحرك، لأنه بتصير الفوائد على الإيداعات منخفضة، وكمان على الدائنين يعني مش طبيعي كمان واحد يتدين، صارت مرابات عمليا قد ما صارت عالية. بس معالي الوزير هون الفوائد. في ناس رح تجي تقول أنه عالية الفوائد نتيجة أزمة، هي بتتعلق بانه نحن دولاراتنا عم يطلعوا لبرا لانه مستهلك بالاستيراد، فالانكماش انعمل مقصود من مصرف لبنان ليخلي قد ما في مصارف بالبنوك. هل اذا وطينا الفوائد للصفر مش رح تتاح المصاري للناس بسهوله؟ هلا انا بيطلعوا مصريات لبرا. بقول لك شغله، هذا اجراء من بين، انا ما بقول بس هيدا اكيد في عندك مشكله الدولاره بالبلد، عندك هلا قبل كان بس تنحكى عنا بدك تعمل ريستركتوراسيون، بدك تعمل إعادة جدولة للديون. اليوم نحن صرنا بوضع مش إنه بدنا نوقع، وقعنا الحل. فاللي كان ينخاف إنه ينعمل، ما بيسوى ينعمل تما ينقال لبنان والله ما بيلتزم بديونه، طب ما صار في بنوك مش عم تلتزم تجاه المودعين تبعها تعطيها مصريات، عم تطرح إعادة هيكلة الدين، مش عم صار وقع، هيدا وقع صار. هلا في ناس برايها مش هيك، وراحوا دفعنا من شهر مبلغ على اليورو بوند مليار وشوي، عرفت شو؟ في ناس رايها مش هيك. انا برايي غلط استكون هلا اعطيتك انا هيدا المثل النقدي المالي، بدك مشروع كامل نحن كاتبينه، واذا في وقت ما بعرف اذا بدنا ندخل الجمهور بمشروع كامل
وفي ناس تتناقش فيه، مش معناتها مشروعنا منذر. في ناس بتوافق على شغله ما بتوافق. في ناس بدها اي ام اف، في ناس ما بدها اي ام اف، في ناس بتقول انا والله باخد قسم من الايداعات، انا ما بخسر ولا ليره على الناس، ما بخسرهم ولا ليره. كيف؟ بقول لك بعطيك مثل بسيط، بسيط كتير. بتعرفي انه 90% من المودعين اللبنانيين عندهم بس 10% من حجم الايداعات؟ نعم. 95% منهم 200 ألف دولار ونزول. 90% 100 ألف دولار ونزول. يعني تخيلي أنه أنت بتقدري تتحمي صغار المودعين مثلا، تحميلهم أموالهم، 90% بتكوني ما عم تنضر المصارف إلا ب10% من إيداعاتها. أوكي. يعني بتكوني ريحت 90% من شعبك. بعدين هوديك السياسات كبيرة، يعني بده سياسات اقتصادية ومالية. بعدين يعني مفروض عنا هلا احنا عايشين بس على السياسات النقدية، ومنشوف كيف بدنا نتعاطى مع رياض سلامة. عم تقولي لي كيف؟ عم بقول لك الكيف بانه في ينعمل شيء ما يندق باموال الناس، ينحفظوا مع تخفيض فوايد، الدولة تستوعب هالفروقات الكبيرة اللي صارت، وبترجع مع الوقت ترجع تعبي وترسم للمصارف، والدولة ترجع تعبي بتخفيض عجزة وبتكبير النمو الاقتصادي اللي عم بصير، تترجع تعيد للناس أموالها تباعا. برجع بقلك صغار المودعين لازم نحميهم طبعا، لأنه هودي ناس تعبوا كل حياتهم تجمعوا لهم قرشين حطوهم بالبنك. في ناس الإيداعات الكبيرة مش معناتها عم نقول عنهم انهم محراميه، بس هودا عملوا اموال طائله من فوائد عاليه، فيهم يقدروا يحملوا انه قسم هالفوائد تتخفض، وبيصفي عندهم مثل بسموه المانكا جانيه، بصير عندهم ربحيه اقل، بس بتكون اموالهم الاساسيه ما خسروها، وبيكون صار عندهم ربحيه اقل بهالوقت. هلا هيدا شيء مرغوب؟ لا، لو كنا بوضع بس وقعنا. بدو ناس في ثقة للناس فيها. طبعًا. اليوم مثل ما اسم جبران باسيل خلينا نقول صار اللي صار فيه بالشارع، اسم رياض سلامة كمان شو بك تعمله؟ رياض سلامة شو رح تعمله برياض سلامة بالوقت يلي نقال انه في انا بديش بلقلي خلينا لك شغله. اول شيء حكي مصرفي، اول شيء منه موضوع اشخاص واسماء، موضوع سياسات. لازم الحكومة الجاية بس بيكون في ثقة، تسمعي لي؟ لازم الحكومة اللي جاية بحسب قانون النقد والتسليف، هي يلي توضع بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان السياسة النقدية الجاية، ويصير هو ملزم بتطبيقها مثل ما بيقول القانون. ما عندكم اعتراض على الحاكم؟ نحن عنا اعتراض معروف على سياسات متبعة من مثل ما عم نقول من 30 سنة لليوم، بدنا أنها تتغير. فالاعتراض مش على الشخص، على السياسة. هون بدنا اعتراض على الشخص بالسابق، يعني طبعاً عبرنا عنه. مع بداية العهد كان في سعي إلى تغيير واحدة من الأشياء. واحدة من الأشياء بلا رئيس حكومة ما فيك تعمليها. نوعدنا أنه بتتغير هالسياسات ولن تتغير. بس ليش إذا ما تغير إذا أنا نرجع نعمل اتفاقات. أنا عم بقوله اليوم، أنا عم بقوله اليوم أوكي، إنه لازم ينعمل مقاربة جديدة بأنه تنوضع من الحكومة الشيء اللي ما صار قبل. ليش؟ هون تقصير. ليه؟ لأنه تعودنا من 25 سنة من 30 سنة لورا لليوم إنه حاكم مصرف لبنان والحاكمية والمصرف هو يلي بيوضع السياسات، وأكثر من هيك صار يعمل سياسات اقتصادية، صار هو يحدد بالقروض، هو يعمل قروض سكنية يرجع يوقفها، هو يعمل قروض صناعية. ما عادت الحكومة هي يلي عم تحط هذه السياسات، وبالتشاور وبالتنسيق مع الحكمية، وهذا تخلي وتقصير من السياسيين ومن الحكومات، مش بس المسؤولية على هيك. أنا بدي أقول لك شغلة، أنا بقدر يكون عندي اليوم عتب أو عدم موافقة على المصارف مثلاً، قدي استفادت من هيدا السيستم وقدي من هندسات مالية، يعني هندسات مالية وغير هندسات مالية. بس نحن بدنا ننتبه، ما فينا نكون هدامين. هذا القطاع المصرفي بدنا نحافظ عليه، لأنه هذا القطاع المصرفي إذا
بيوقع معه البلد كله سوا. مش انه انا اذا كان عندي اعتراض عليه بروح بدنا نحافظ عليه وبدنا نصحح نحن وياه هيدي السياسات ونخليه جزء هو يكون عملية تصحيح. واكثر من هيك بده يعمل مساهمة, بده يعمل مساهمة من الاموال الكبيرة يلي عملها قبل, لانه هو عمل كان يعلن قد ايه كانت ارباحه. بس هو وانا بقلك وبيعمل هو هالمساهمة وبيقبل انه يعملها, بس بده يشوف انه في حل اقتصادي ومالي كامل. مشان هيك هلا نحن عم نحكي عن اجزاء, مش عم نحكي هيدا الحل الكامل. بده يكون فيه الموازنة وعجز الموازنة, بده يكون فيه قصة الميزان التجاري والعجز اللي موجود فيه, بده يكون فيه قصة الانفلاسيون كيف بدك تعالجها, قصة يعني في مشاكلها يلي ما قدرتوا تعملوها من قبل. انه كتير حلو الحكي رائع, بس ما قدرتوا تعملوه من قبل. هي ليش هلا يعني ليش هلا بدنا نتامل او نوسى انه انه ممكن ينعمل؟ لانه بركي لانه وقع البلد, الناس اللي كانت الاشياء عم ترفضها قبل صارت بتقبل انها تعملها. بس ما بدها تكون تغيرت الذهنيات قبل. هون 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 ما في شيء بيقول انه تغيرت الذهنيات. خليك شغله هون وهيدا اساسي, وهون كلنا عندنا مسؤوليه, وانتم كاعلاميين والتلفزيون ان نحن كيف هيدا الحراك اللي صار يقدر يوصل لأهدافه هو يلي. لأنه هون بتقولي لي شو تغير, طب يا بيكون هالحراك هو فرصة حصلت للبنان عملت شيء إيجابي, يا بيكون مثل ما البعض بيتهمه أنه بس سرع الانهيار. طب مش ليصير في اعتراف رسمي بهالحراك؟ ما حدا ما اعترف لما عم نقول نحن هالأشياء اللي عم بيطالب فيها ما عم حق فيها, وهي مطالبنا أساسا. الفرق أنه تيجي تلتقى إرادتين, إرادة الناس وإرادة الناس يلي بموقع المسؤولية أنهم يحققوا هيدا الشيء. بتقولي لي شو الفرق؟ الفرق أنه هالضغط الشعبي يصب باتجاه أنه السياسات اللي كانت مرفوضة أنها تتغير تتغير, أنه الفساد المكان مقبول أنه يتحيرة بيتحيرة, أنه وينين الفساد مثلا. لك هالمثل جاد مالي أنه خد جلسة مجلس النواب, أنه هاي الجلسة يلي كان عليها قانون العفو حكما ما بيكون في قانون عفو, بس حكما لازم نقرأ منين الفساد. وأنه هون بيكون هالحركة الشعبية عم تقدر تحقق وتغير وتكسر. ما كان يكون بوقتها من بعد كل هالفوران اللي كانوا فايرين فيه تقنعون أنه يخلوكم تصالوا عم مجلس النواب؟ بس النتيجة مش منيحة. ما هو هون بدك الفول الماس الناس أنه تقدر, هون بدها يا تسمع من السياسيين او يكون عندها ايادتها مش مشكل. اوكي هالناس يلي هالناس يلي بالشارع شو ما كانوا شو ما بيمثلوا قد ما كان حجمهم هودي عندهم راي, ما هيك هيدا الراي مش عم بيقول نحن بدنا تصحيح السياسه الماليه محل, مش عم بيقول بمحل بدنا نحارب الفساد. لازم يترجم بمساعده, لانه وحده ما بيقدر يعمل ونحن وحده ما بنقدر نعمل, كل واحد وحده لازم كل هالناس يلي راغبين هالقانون انه ينعمل. مثلا قانون كشف الحسابات والممتلكات يلي هو اساسي, او قانون استعاده الاموال المنهوبه, او هالسياسات الماليه هيدي يلي عم تخلي الناس تروح على البنك بدل ما تروح تاخذ مصريات عم تروح تحرقه. طب اذا احترق البنك شو بيستفيدوا المودعين؟ قولي لي, ما هيدا بيعمق الازمه, بيخلي الناس تنحرم من مصرياتها, بيعطي سبب للبنك يمكن تيسكر. تعرفي شو التصور البعض انه هيدا شو وين بيوصلنا؟ لازم ينعمل ضغط على المصارف وعلى الحاكمية وعلى السياسيين للتصحيح. وعلى ايه؟ للتصحيح. وصلنا لمرحلة بالمراحل السابقة تقلل هيك المصارف. مش لا محمين بالعكس, ما نحن كنا على طول. كان ولو بجلسة شهيرة ضرب ايده على طول الرئيس سعد الحريري وممنوع المس بالمصارف. نحن ما قلنا هيك, نحن قتلنا تحطنا تتذكروا الضرائب. نحن لما طرحنا أول مرة يكونوا 15 بعدين صاروا 3 و7 و10. فنتيجة انه ما بدنا اياه ينهار السيستم, لانه بينهار وبيروحوا معه اموال المودعين. بس ما بدنا اياه يبقى على حاله, بدنا اياه يساهم هو بالتصحيح ويساهم يعني يساهم يعني يدفع يعني احد الافكار مثلا. اذا بس في صدق. شغلتين بالسياسه اللي تفضلت فيها تنضلنا بالمضمون اللي تقدمتوا فيه. في الوزير السابق الياس سابق دائما بيحكي عنا انه مش المطلوب هلا بدها توضيحي مساهمه المصارف بتكون عبر تكليف ضريبه وليس مثل ما انطرحت بالورقه اللي طرحها سعد الحريري بعد 1 ساعه انه بيدفعوا مره وبيروحوا, لانه في ارباح عم بيحققوها على فتره طويله.
السؤال الثاني بتعرفي مطروح اكثر من فكره بهذا الموضوع، واحد منهم قصه الضريبه ليكون في استمراريه. في ناس بتلاقي انه هذا الشيء مش من الوسيله المنيحه، وفي ناس بتعتبر انه لا فيهم يعملوا مساهمه ثانيه من دون ضريبه. يعني سؤال ناقش علميا شو الاحسن. سؤال سريع، هل الخطه اللي ذكرت بعض رؤوس اقلامها رح تعرضوها على الراي العام كخطه متكامله تنقدر نناقشها؟ انا مع هيدي الفكره، انا وبعتبر هيدا مفتاح النجاح طبع الحكومة، وإلا لن تنجح. وأنتو كتيار وساعتها نحن ما نحن أيدها إذا ما عمل هيدا الشيء. أنا بعتبر هيدا مفتاح أساسي. بتعرف شو أبسط شيء جاد؟ بتعرف شو المشكلة اليوم؟ ما حدا عم بيقول للناس لوين رايحين. مش هي الناس بتقلك خياطيني اللي مصرياتي بدو يرجع لي منهم هالقد بعد هالقد. اللي شو بس اللي شيء. أنا بقول بكل ثقة وبكل تصميم انه لا في حلول. الوضع كتير صعب، وكل ما بنتاخر كل ما بيصعب اكثر، بس لا في حلول علميا. مش لاني انا بعرف، لاني انا تعلمت وسمعت وقعدت باجتماعات وجبت خبرة قعدت معهم واشتغلت معهم وسمعت منهم وقطعت بين عشرات من الناس بشغل انه في حلول بتأدي انه نقدر نخلص الوضع مع كلفة عالية مع وقت طبعاً طويل، بس بنقدر نرجع نعمل ريكبيراسيون استعادة لكل هذا الوقت، بس بدنا نبلش بالإجراءات.